أشاد اسمه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بالإنجاز التاريخي الذي حققه المهر عالي ملك الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية شؤون الخيل من تحقيق انتصار متميز وتاريخي بسباق مضمار سكوت في بريطانيا ضمن مهرجان رويال سكوت العريق في يومه الثالث. واعتبر سموه الإنجاز بمثابة انتصار كبير لرياضة سباق الخيل البحرينية على المستوى العالمي، خاصة وأنه يعتبر من السباقات المهمة التي تحظى بمشاركة كبيرة بالإضافة إلى متابعة رسمية وجماهيرية عالية، الأمر الذي جعل البحرين في دائرة الأضواء العالمية، مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلها الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة من أجل إعداد المهر والفارس بصورة متميزة لتحقيق الإنجاز الكبير للبحرين. كما أشاد سموه بالكادر الفني والإداري المشرف على المهر والفارس، وتمكن المهر عالي من خطف المركز الأول من بين 14 مشاركا خلال مشاركته الثانية. وشهدت السباق ملكة بريطانيا وسط حضور أكثر من 80,000 متفرج. ويعتبر فوز الشيخ دعيج بن سلمان بالسباق تاريخيا باعتباره أول مالك يكسب سباق جروب في مهرجان رويال سكوت. وبهذه المناسبة أكد الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة أن الانتصار الجديد لرياضة سباق الخيل في المملكة هو نتاج للدعم الكبير من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله. والدعم الأول لرياضة الفروسية في المملكة وسط اهتمام كبير من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الحريص على تهيئة الأجواء المثالية أمام الملاك من أجل تحقيق الانتصارات المتميزة باسم المملكة. طبعا الفوز اليوم هذا فوز كبير، وتواجد صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد وسمو الشيخ ناصر هاي أكبر دعم لي. مثل ما أنت عارف مهرجان أسكت هي مهرجان كبير وعالمي يكفي المشاركة فيه. فوزنا اليوم طبعا نهدي لمملكة البحرين وسيدي صاحب الجلالة الملك حفظ الله ورعاه، وأنا سعيد بالفوز صراحة اليوم، ما كنت يعني متوقع، لكن الحمد لله المشاركة كانت تكفي، لكن الحصان بين أنه حصان بطل وقدامه إن شاء الله مستقبل كبير. نعم، نحن نتابعك، عندك مشاركات كثيرة، لكن اليوم نوعية الحصان، كواليتي الحصان، تجهيز الحصان، حصان جروب 1. حصان والله اخترناه احنا في مزاد البريزا في دونكاستر، وركض أول مركز من فترة بسيطة وكان حقق المركز الثاني، وكنا نتأمل منه أنه يكون اليوم يؤدي أداء زين، لكن اليوم أداءه كان ولا أروع.